أثار ما قال رئيس الحكومة الشرعية اليمنية أحمد عبيد بن دغر الذي نشرته عدد من المواقع والصحف أثار الكثير من التساؤلات حول مستقبل العملية السياسية وحول مستقبل مدينة عدن وما يحاك في الظلام لإحباط عملية تحرير البلاد من الميليشيا. وقال رئيس الوزراء: لا يمكن لأحد مالك السلاح والمال والرجال والدعم أن يتهرب من مسؤولية الحفاظ على الأمن. الكل يغدو في هذا الظرف الحرج، وربما المتفجر مسؤولا أمام مواطني عدن ومعنيا بأمن مواطني لحج وأبين والضالع، بل وبأمن اليمن عموما. المشاعر متأججة، وهناك من لا يدرك خطورة الوضع. العدو الحوثي وصالح يدفع باتجاه الصدام بين طرفي الصراع التقليديين. العداوة والبغضاء والكراهية بعثت من جديد وبصورة أبشع، والصراع على النفوذ في عدن يمضي نحو الذروة. نعم، صراع نفوذ، جولة جديدة من الصراع الغبي يجري التحضير لها، فإما أن تساعد على لجمها وإما أن تكون أداتها وحطبها وضحيتها. لا يلقي بيده للهلاك إلا جاهل، ولا يسكب الزيت على النار إلا من فقد عقله. ولا تنسوا أن الكل في حالة حرب مع الإرهاب. لماذا الصراع على النفوذ في عدن مع إمكانية تحقيق الشراكة والتوفيق بين المصالح المتعارضة؟ فكما للضالع حق في التواجد في عدن وفي ممارسة السلطة، الحق ذاته لأبين ولأبناء عدن أيضا المنسيين دائما، وكذلك القادمين من محافظات أو مديريات أخرى. الأمر ذاته ينطبق على الثروة. الشراكة ومراعاة مصالح الآخرين قيمة عندما ننكوى بنار الحروب، ولا شك أن الخروج من دائرة العنف هو ما سيمنح عدن المستقبل الذي تتمناه. لا بد من إعادة الاعتبار للمصالح المشتركة، فإدارة المصالح مع الآخرين شيء وإقصاؤهم شيء آخر. كلما حاولتم إضعاف الشرعية في عدن أو النيل من الرئيس المنتخب، كلما مهدتم الطريق لعودة الحوثيين وصالح منتصرين، وبذلك تكونون قد خدمتم أعداء الأمة، وتكون طهران قد ربحت الحرب في اليمن دون طلقة. ها هم الحوثيون وصالح على بعد 150 كيلو من عدن، وهم أيضا لا زالت لديهم بعض القدرة على خوض المعركة، ولا عذر لمن لم يتعظ من ماضيه.